بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاتهما وشراحهما في الدارين، آمين. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، زينا كده، أو أواخر العمر عند الناس الطيبين بتوع المدينة زمان في عصر التابعين، كان إيه؟ 40 سنة، يوصل 40 سنة يبني قبر ويقعد يعبد ربه، يقعد 40 سنة يجتهد في الدنيا، يتجوز ويتاجر ويخلف ويربي عيال وكل حاجة، ويعمل لهم ثروة ويسيبهم بقى تتربوا، وأول ما يوصل 40 سنة سيبوني بقى، سيبوني بقى أعبد ربي، يبني قبره ويقعد يعبد ربه. عندهم 40 سنة دي خلاص، ده كان زمان في عصور التابعين زمان، فهمت ازاي؟ دلوقتي لا، 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، ايه ده؟ كأنه هيخلد يا اخي، ما بيجيش الميعاد ابدا. يبقى ايه باب الحث؟ بعد كده استقر الامر على 60 سنة، قال لك اللي يبلغ 60 سنة يبقى خلاص اعذره الله، زال عذره. ما يقول انا بستعجب يا اخي على قهوة المعاشات اللي بيقعدوا فيها الناس اللي عندهم معاشات 70 سنة، قاعد يلعب طاولة من الساعة 12، من الساعة 9 الصبح لحد العصر، يلعب طاولة، والله العظيم. عارفين قهوة المعشات هناك في المبتدئين كده، واخد بالك ازاي؟ حاجة غريبة، يبقى راجل كبير كده بقى، ربنا فرغك وخلاك من أهل التجريد ومدي لك وقت وصحة وفراغ، تقوم تقعد تلعب طاولة، واخد بالك؟ عيب. يتابع المسلسلات، أعيب بحاجة. أنت شفت مسلسلات طول قعدت 60 سنة تشوف مسلسلات، عملت إيه؟ خلاص بقى سلسلوك، فاهم؟ فلازم الواحد ايه يعرف يستغل بقى عمره. عيب اما يبقى راجل شايب كده ولا ست شايبه، واخد بالك، وبلغ 60 سنة وبيضيع وقته في ملا طائل، فيش كده خلاص. ده ربنا حتى بطبيعه الانسان في السن ده تلاقي نومه يقل. نومه بيقل ليه طبيعته؟ عشان يذكر ربه، ويخليه كمان كل شويه عايز يدخل الحمام يتبول عشان ما يهنقش بالسرير، يفضل رايح جاي على الحمام، رايح جاي، عنده بروستاتا وعنده سكر وعنده مش عارف، عشان يفضل صاحي على طول. اصحى، كان ربنا بيقول له اصحى، اصحى يا غافل، اذكرني. فهمت بقى ازاي؟ لكن لا، مش فاهم، يقوم يصحى طول الليل ينفخ عشان ايه؟ داخل الحمام كله، احنا مش عارفين نعيش يا عم، قول الحمد لله، ده هو بيصحيك عشان تذكره. فهمت ازاي؟ المهم خلينا احنا هنا، يبقى ايه في اواخر العمر؟ يبقى اواخر العمر ناس قالوا ايه؟ قال 40 سنة، وناس قالوا ايه؟ 60 سنة، وناس قالوا 18. تصدق يعني لسه. باب الحث على الازدياد من الخير في اواخر العمر. قال الله تعالى: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون معناه: اولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة. ليه بقى هم قالوا كده؟ أصل لما نزلت الآية على النبي كان في من الصحابة عنده 18 سنة، كان أصغر واحد قاعد بيسمع الآية كان مين؟ كان واحد 18 سنة، فقالوا يبقى أقل واحد يبقى 18، يبقى كل دول يتعمروا. فهمت بقى ازاي؟ ده السبب إنهم قالوا حكاية 18. وقيل 40 سنة، علشان الآية بتقول حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق. ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. عارفين القاضي أبو شجاع صاحب متن الغاية والتقريب في فقه الشافعية اللي كان عامله للأطفال ده؟ أو القاضي أبو الشجاع ده كان يعتبر وزير العدل، قاضي القضاء في العراق، واخد بالك؟ كان أعلى وظيفة بقى يسموه الوقت إيه؟ وزير العدل.
وقاضي القضاة في العراق يعني في الخلافة كلها، لا مش العراق بس، للخلافة كلها يعني، مفيش أعلى من ده منصب. لما بلغ 40 سنة عمل إيه؟ تنازل عن وظيفته وباع كل أملاكه وترك هذه الأموال لأولاده، ثم ذهب إلى المدينة المنورة قعد يشتغل كالناس في مسجد النبي. فهمت إزاي؟ لما بلغ 40 القاضي على إنه خلاص بقرب يموت، عمل اللي عليه الراجل، سبحان الله يقوم ربنا يعيشه لحد ما يبقى عنده 120 سنة. قعد 120 سنة يترقى في الكناسة، في كناسة المسجد، لحد ما بقى كالناس ايه الحجرة النبوية الشريفة اللي فيها القبر الشريف، بقى هو بقى ده المسؤول عن ايه كنسها وخربوه نظافتها، لحد ما مات ودفنوه عند باب جبريل. عارف باب جبريل اللي انت بتخش من عند باب المسجد النبوي؟ مش في باب اسمه باب جبريل؟ او قبره هناك بس مش موجود، مش معروف، لو عرفوه الوهابية كانوا نبشوه. الحمد لله. فهمت ازاي؟ ده الايه القاضي ابي شجاع رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، امين. يعني كانت عادة الناس لما يوصل 40 سنة يصفي اعماله بقى، كفاية عليه، واخد؟ لا، الوقت لما يوصل 40 سنة يتجوز على مراته، واخد بالك؟ يوصل 50 سنة يتجوز تاني. احنا مش ايه الجنانة دي؟ ايه الجنان اللي فيه الرجالة ده؟ وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهم، لأن الشيب علامة قرب الموت يعني، والله أعلم. وأما الأحاديث فيه 5 أحاديث، فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية من العذر. أعذر يسموها همزة إيه؟ الإزالة، يعني أزال عذره. أعذره يعني أزال عذره، تقول أصرخه يعني أزال سبب صراخه. فهمت ازاي؟ تقول أعجم الكتاب يعني إيه؟ شرحه فأزال عجمته، يبقى سموها همزة إيه؟ أقسط، قسط يعني ظلم، وأقسط أزال الظلم. فهمت ازاي؟ يبقى قاصد ظالم ومقسط عادل. فهمت بقى ازاي؟ يبقى أقسط يسموها همزة إيه؟ الإزالة. أعفو اللحى همزة الإزالة، يعني أزل من لحيتك ما فيها من ايه؟ من شعاسة، مش تسيبها شعساء زي الوهابية. اعفو اللحى يعني اوعى تقرب لها، هو فهمها كده، ما فهمش ان دي همزة الإزالة. اعفو اللحى يعني لا تجعلها شعثة، ازل ما زاد منها من شعاثتها. وكان يدخل عليهم الرجل لحيته شعثاء فيقول يدخل علي احدكم كوجه الشيطان، ما يعجبوش النبي. يوم الجماعة الوهابية يقول لك ايه؟ اصل النبي ما كانش بياخد من لحيته، النبي جميل، النبي لحيته ربنا مخلقه جميل كده، مش محتاج ان هو يتكلف. لكن انت مش مخلوق جميل، انت مخلوق قبيح يا اخي، واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده ايه اعفو اللحى يعني معناه ايه بهمزة الازالة؟ معناه ازل ما فيها من شعث. شفت الجمال؟ زي برضو زي تاء الإزالة، تحنث، تحنث يعني أزال الحنث، وزي تعبد، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. يبقى في اسم يسموها تاء الإزالة، وفي همزة الإزالة. اللغة بتاعتنا جميلة والله يا جماعة، مش حلوة؟ بذمتك مش انت انبسطت؟ ما تفطرش النهاردة، اديني فطرتك لغة. الثاني عن ابن عباس، يعني انا كنت مثلا في لما بدات اشيء اقصر لحيتي كده علشان ايه ما تشبهش بالوهابيه، واخد بالك؟ من باب ايه؟ عدم التشبه باهل الايه البدع، النبي امرنا بذلك، فكنت بعملها كده. يقوم كل ما يشوفوني الجماعه دول ادخل الجامع بتاعهم اصلي، يقولوا لي انت عامل في العرق ليه؟ ايه ده ايه ده؟ ويبص لي ايه بصه المحتقر، واخد بالك ازاي؟ هم اقول لهم ان شاء الله ادعي لي بس ربنا يهديني وصلي وتني، ما حاجات المين اجاد الجهله، هقول له همزه الازاله ومش همزه الازاله ولا ينفع حاجه،
ده هو علشان يحتاج يتعلم محتاج يقعد له 10 سنين الاول يدرس لغه على ما يجي يقعد قاعده زي دي. لكن كانوا ايه يعتبروني ان انا مبتدع ويحذروا الناس مني. لا لا، مش هو اللي بيعمل لحيته كده زي الفنانين، واخد بالك؟ طب وانت سايب لحيتك زي المقشه، عشان مش فاهمين. عشان ايه؟ مشكلتهم مش فاهمين. يسيب لحيته لما يتكعبل فيها وهو ماشي. كل شويه نجيب سيرتهم يا اخي، سبحان الله، حاجه غريبه. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع اشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه. سيدنا عبد الله بن عباس كان سنه مثلا ايه 13 14 سنه، واخد بقى، في خلافه سيدنا عمر كان 23 سنه مثلا او 19 سنه، يعني من دور اولاد الصحابه، واخد بالك؟ سيدنا عمر يقعد عبد الله بن عباس جنب ايه؟ عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن عوام، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. ايه ده؟ جايب لنا شاب صغير كده، طب ما نجيب ولادنا كمان يا عمر، اشمعنى انت جايبه ده؟ فهم؟ بقوا يعترضوا على عمر يعني. كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع اشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله؟ فقال عمر: انه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فادخلني معهم، فما رايت انه دعاني يومئذ الا ليريهم، يعني حيمتحن امتحان قدامهم يعرفهم علمي يعني. فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح؟ فسروا لي هذه الايه. شيخ بدر قاعدين، سيدنا عبد الله بن عباس قاعد في وسطهم. طب قولوا لي كده: اذا جاء نصر الله والفتح يعني ايه؟ فقال بعضهم: امرنا بحمد نحمد الله ونستغفر اذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: اكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه الله له. قال: اذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامه اجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. نقرأ الشرح. باب الحث بالمثلثة أي الحض على الازدياد، افتعال من الزيادة. وأبدلت المثنى الفوقية دالا لوقوعها بعد الزاي. هي أصلا إيه؟ الازدياد أصلا ألد زياد، ألد زياد، ألد، تحط تيه كده قبل الزاي صعبة. فراح قالوا إيه؟ خليها دال بقى. فالدال دي معناه إيه؟ أما تقول لك، أما يجي يقول لك أوزن ازدياد، تقول افتعال. طب جبت التيه منين؟ قال تقول له: أصل الدال دي مبدلة من التاء يا أستاذ. يا سلام، ساعتها المدرس بقى يشيلك ويهتف، يفرح بيك. فهمت بقى ازاي؟ تفرح الاستاذ بتاعك. يبقى الازدياد بمعنى ايه؟ الافتعال، على وزن الافتعال. طب وفين التاء؟ هي اصلا الدال كانت تاء، بس لصعوبه نطق التاء بعد ازاي؟ فرح نقلناها خليناها دال، واخد بالك؟ عشان نبعد المخرج يعني، نبعد المخرج. على الازدياد، افتعال من الزيادة. وابدلت المثنى الفوقية اللي التالي التاء يعني دالا لوقوعها بعد الزاي. الازدياد، الازدياد صعبة كده. من الخير، الازدياد من الخير أي الطاعات والبر الموصلة إلى مرضات الله عز وجل في أواخر العمر، لأنه أوان الختام، وبحسنه تحصل ثمرات الطاعات وبركات الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان إيه؟ موت الفجاءة وموت الشباب. فخد بالك ان كلنا في اواخر العمر، حتى لو شباب اعمل حسابك دلوقتي موت الشباب كتير، واخد بالك ازاي؟ فناخد بالنا، وبيبقى حتى غير سابق بمرض احيانا. قال الله تعالى: اولم نعمركم، هو استفهام توبيخ وتقرير، ما يتذكر فيه من تذكر، ما موصولة اي المدة التي يتذكر فيها المتذكر، ويجوز ان تكون نكرة موصوفة.
أي تعميرا أو زمنا بتذكر يتذكر فيه من تذكر. وجاءكم النذير. قال البيضاوي عطف وائل، ودي عطف، عطف على معنى أولم نعمركم، فإنه للتقرير كأنه قيل عمرناكم وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون من المفسرين معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيد الحديث الذي سنذكره أول أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. وعند ابن أبي حاتم عن عطاء مرفوعا إذا كان يوم القيامة قيل ابن أبناء، أين أبناء 60 ينادوهم، وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وكذا رواه ابن جرير والطبراني من طرق بعضها ضعيف، كذا في أخبار الأعمال لابن فهد، ضعيف، ضعفه الألباني. وقيل، ولكن لا يضر على فكرة ضعف هنا، ليه؟ لأن احنا بنستدل به استئناسا بس، لكن عارفين انه ضعيف برضه، مش مستنيين الألباني يعني يعمل لنا، فهمت ازاي؟ وقيل معناه أولم نعمركم 18 سنة. قال ابن الجوزي في زاد المسير، قال زاد المسير أحسن، زاد السفر يعني، زاد المسير اللي هو السفر. قال وعطاء ووهب ابن منبه وأبو العالية وقتادة. قال قتادة طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نغتر بطول العمر. قد نزلت الآية وإن فيهم لابن 18 سنة، لما نزل كان فيه من الصحابة عنده 18 سنة. وقيل 40 سنة، قاله الحسن اللي هو البصري، حسن البصري أي البصري، ومحمد بن السائب، والكلبي ومسروق ابن سعيد، سمي بذلك لأنه سرق في صغره. يبقى مسروق سموه مسروق ليه؟ عشان سرقوه وهو صغير، وبعدين لما لقوه فضل اسمه مسروق على طول. ونقل ذلك عن ابن عباس أيضا. أخرجه ابن جرير عن مجاهد عنه قال العمر الذي أعذر الله، شوف أعذر يعني أزال عذر ابن آدم، أعذر الله إلى ابن آدم 40 سنة. واختاره ابن جرير ونقله غيره، وكأنه أخذه من قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. أنا فاكر لما بلغت 40 سنة قعدت مكتئب جي شهر، والله لما بلغت 40 سنة قعدت مكتئب شهر، وروح المستشفى مش عايز أشتغل، وروح ليه أنا مش عايز أشتغل، وبعدين لحد ما ربنا أزال من قلبي هذه الكآبة، واخد بالك، وكملت بقى، واخد بالك. لكن هو سن الأربعين ده سن مسؤولية، مسؤولية بينك وبين ربك، مسؤولية بينك وبين ربك، فهمت؟ رشد بقى، المفروض تبقى نضجت بقى، عيب بقى حركات العيال الصغيرة مع الله دي بقى، فهمت؟ فلازم تكون إيه، راجل يعني. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أهلهم 40 سنة تخلى عن العلائق والعوائق، وديت لك مثال بمين؟ بالقاضي بن شجاع، وتفرغ للعبادة. وإلى هذا المعنى رمز بعضهم بقول إذا 20 من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فقد ضاق الزمان عن الصغار. راجل خمرجي قاعد بيشرب، بس هو كان خمرجي محترم، ليه بقى؟ يشرب خمرة طول السنة، يجي رمضان ممنوع الخمرة احتراما بالشهر، فهمت؟ فواحد معدي كده جنب الراجل ده وهو قاعد بينادي على الولد، ايه، الجرسون اللي بيجيب له الخمرة، فبيقول له ايه، اذا 20 من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار، اشرب ليل نهار بقى، ما انت هتيجي في رمضان هتتحرم، ولا تشرب بأقداح صغار، ما تجيبليش بقى ايه كوباية صغيرة قد ايه أقداح، فقد ضاق الزمان عن الصغار. الراجل اللي ماشي ده سمع الكلام ده، خمرجي بيقوله للواد الجرسون بتاعه، أم التاني سمع 20 من شعبان يعني يعني الايه، عمرك ولا، تصدق الراجل ده مرضش يروح بيته، وراح هجر المكان وجاور في مكة لحد ما مات، اتأثر ببيت الشعر ده. التاني بيقوله مجون، والتاني فهمه دافع لإيه، لأن خلاص آن الأوان والزمان هيعدي، فهمت ازاي بقى؟ فكل واحد بيفهم الحاجة على حسب ما فيه، إن كان فيه شر يفهمه مجون، وإذا كان فيه خير يفهمه خير. زي ما حكيت لكم، أنا مرة كنت قاعد معايا أحد المشايخ الناس الطيبين، ركبوا العربية وبعدين بيقولوا ما تفتح لنا إذاعة القرآن الكريم،
فبفتح كده طلعت ايه، بقلب كده فجت اغنية كامل الاوصاف فتني، اغنية فقال صلى الله عليه وسلم. هو فهم كامل الاوصاف ايه النبي، والتانية فهم كامل الاوصاف مين، مارلين مورلو. فهمت بقى ازاي؟ فكل واحد بيفهم على حسب ايه، على حسب اللي جواه. فهمت؟ المهم خلينا هنا. قال القرطبي في التفسير، قال ابن مالك أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى إذا بلغوا 40 سنة تركوا المخالطة واشتغلوا بالعبادة حتى يأتيهم الموت. وقيل هو البلوغ، أي سنه، لأن البلوغ سن هيبتدي ربنا يؤخذك بقى ويحاسبك. فقال لك طالما وصلت البلوغ هتبقى تحت الحساب. فهمت؟ وهذا القول نقله البغوي والخازن في التفسير ولم يعين قائله. وسنه اللي هو سن البلوغ يعني عند إمامنا الشافعي 15 سنة، يعني افرض واحد لم يحتلم لحد ما وصل 15 سنة يبقى بلغ برضه، لكن لو احتلم يبقى بلغ، حتى لو احتلم في سن 10 سنين يبقى بلغ خلاص، لأن الاحتلام علامة البلوغ. افرض لم تحدث يبقى بالسن، نقول له 15. الحيض علامة البلوغ للنساء، افرض لم تحض يبقى 15 عام. فهمت بقى؟ وسنه عند إمامنا الشافعي 15 سنة إن لم يحتلم قبلها، يبقى تقول كده لازم تقيدها بهذا عشان تبقى مفهومة، إن لم يحتلم قبلها. وعند الإمام أبي حنيفة 18 سنة برضو، إن لم يحتلم قبلها. أما الاحتلام وإمكانه فهو بعد استكمال 9، ويمكن حمل كلام المصنف عليه ولو قيل به، لو قيل به. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور أي جمهور العلماء ومنهم زيد بن علي وابن زيد، زيد ابن سيدنا علي بن أبي إيه، زيد بن علي وابن زيد حكاه عنهما القرطبي، ومنهم السري وهو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال احتج عليهم بالعمر والرسل وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر، فقال هؤلاء النذير، هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي لأن الله تعالى بعثه بشيرا ونذيرا إلى عباده قطعا لحجتهم، قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقيل هو الشيب، قاله ابن عباس وعكرمة وسفيان ابن عيينة وغيرهما، كوكيع والحسين بن الفضل والفراء والطبري ذكره القرطبي. قلت واقتصر عليه البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه، قال والشيب نذير لأنه يأتي في سن الاكتهال وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. قال رأيت الشيب من نزر المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري، والله أعلم. وأما الأحاديث النبوية فالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعذر الله إلى امرئ، أي شخص، أخر بتشديد المعجمة أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء معناه أزال عذره فلم يترك له عذرا، أزال، شوف همزة الإزالة، أعذره، أزال عذره لم يترك له عذرا يعتذر به في ترك صالح الأعمال إذ أمهل وذي المدة. فالهمزة للسلب تكتب فيها للإزالة، سموها همزة السلب، وساعات سموها إيه، ألف الإزالة، ساعات كمان يكتبوها إيه العلماء النحو، يكتبوها ألف الإزالة، وساعات يكتبوها ألف همزة الإزالة. يقال في كلام العرب أعذر الرجل بالرفع، أعذر الرجل بالرفع إذا بلغ الغاية في العذر. قال الحافظ العسقلاني الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبقى له اعتذار، كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكني منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. ونسبة الإعذار إلى الله تعالى مجازية، مجازية يا وهابي. والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا للاعتذار يتمسك به، والحاصل أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد حجة. وقال التربشتي ومنه قولهم أعذر من أنذر، أي أتى بالعذر وأظهره، وهذا مجاز من القول، فإن العذر لا يتوجه على الله وإنما يتوجه له على عبيده،
وحقيقة المعنى في أن الله تعالى لم يترك للعبد شيئا في الاعتذار يتمسك به. انتهى. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر أحد جموع شيخ، وقد ذكرتها في أول هذا الشرح، والمراد منه ذوي الأسنان من الصحابة البدريين، وهم من أفاضل الصحابة وأكارمهم، أي يدخلوا معهم في المشورة والمهمات، وإدخالي معهم مع كبر سنهم لكبر قدره بما عندهم من العلوم والمعارف، وقد كان يسمى البحر لسعة علمه، فكأن بتجديد النون بعضهم. قال ابن النحوي: هو عبد الرحمن بن عوف، كما صرح به في البخاري في موضع آخر. وجد أي غضب في نفسه من ذلك، فقال له: لما؟ بتحريك الميم، وهي ما الاستفهامية حذفت ألفها لأنها جرت، وحقها أنها لأنها جرت، لأنها جرت، جرت باللام يعني، لما؟ لأنها جرت، وحقها أن ترسم بها بهاء السكت بعد الميم، لأنه يوقف عليه كذلك. لما؟ لما؟ تدخل بضم الفوقية وكسر الخاء المعجمة في نسخة يدخل، لما يدخل بفتح التحتية وضم المعجمة. هذا معنى، ولنا أبناء مثله في السن، ويحتمل أن يكون في لقى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالنسبة لبعضهم، يعني في لقاء النبي، في لقى النبي أو في لقي النبي، تنفع الاثنين. فقال عمر: إنه من حيث علمتم، أي من بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السديدة. ثم أراد زيادة بيان لشرفه بكثرة علمه المقتدي لتقدمه، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت علمت بقرائن الأحوال وفي أصل معتمد من صحيح البخاري، فما أريته بصيغة المجهول واتصل الضمير به، أي ظننت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم بضم التحتية الأولى، أي يعلمهم مني ما أستحق به الإدخال مع الشيوخ البدريين. زاد في رواية ابن سعد فقال: أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله. فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله بفتح النون والميم ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. جعل هذا القائل الخطاب بالصورة شاملا لجميع الأمة، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي عمر: أكذلك؟ أي كما يقولون هؤلاء مما ذكر تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، أي لا أقول ذلك. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن المراد من الصورة تنبيه على ما يعرف به قرب أجله وعلى ما يأتي به حينئذ. قال تعالى: إذا جاء نصر الله، أي نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، والفتح فتح مكة، وقيل المراد جنس نصر الله للمؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم. ورأيت، أي أبصرت الناس يدخلون في دين الله، أي الإسلام، أفواج جماعات بعد ما كان يدخل فيه واحد بعد واحد، وذلك بعد فتح مكة، وذلك أي النصر وما بعده علامة قرب انتهاء أجلك. قال البيضاوي في التفسير: لعل ذلك لدلالتي على تمام الدعوة وكمال أمر الدين، فهي كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أو لأن الأمر بالاستغفار ينبه على دنو الأجل، أي لأنه يكون في خواتم الأمور، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد صلاته، وإذا خرج من الخلاء، وإذا أفاض يعني من عرفات، ولذا سميت سورة التوديع. والأكثر على أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة، وأنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال أبو حيان في النهر: قيل نزلت في أيام التشريق بمنى في حجة الوداع، وده الراجح بقى، نزلت في أيام التشريق بمنى في حجة الوداع، فعاش بعدها 80 يوما. وفي شرح البخاري لابن النحوي بعد نقله عن ابن التين أنها لعلها نزلت جميعا، أي كاملة، منصرفه من حنين، قاله الواحدي. قال: وعاش بعد نزولها 2 سنين. قال: وهو غريب، كأنه تصحيف، والذي رواه غيره 60 سنة. قال في فتح الباري: وسئل عن قول الكشاف إن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق، فكيف صدرت بإذا
الدالة على الاستقبال، فأجبت بتضعيف ما نقله وعلى تقديم صحته، فالشرط لم يكمل بالفتح لأن مجيء الناس أفواجا لم يكن كمل، فبقية الشرط مستقبل. قال: وقد أجاب الطيبي عن هذا السؤال بجوابين، أن إذا بمعنى إذ، وبأن كلام الله تعالى قديم، يعني إيه؟ ليس فيه ماضي وحاضر ومستقبل. قال الحافظ: وفي كل من الجوابين نظر. الحافظ مش عاجبه الجوابين. قال الإيجي: وقيل إن فتح مكة أم الفتوح والدستور لما يكون بعده من الفتوحات، فهو إن كان متحققا في نفسه لكنه مترقب باعتبار ما يدل عليه. فسبح بحمد ربك، أي متلبسا، واستغفره إن كان إنه كان توابعا على العباد. وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، وفي رواية استغفرك وأتوب إليك، كما يأتي في الحديث عقبه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري والترمذي، أي فأشار إلى أن سبب تقديمه له على إخوانه وأقرانه هو سعة علمه وكمال فهمه، وأن التقدم بالمعنى المقتدي له وإن صغر السن. ما أحسن ما قيل: فكم من صغير لاحظته عناية من الله فاحتاجت إليه الأكابر. ونقف عند هذا الحد، وغدا نكمل الحديث. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.